السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة عن شنيك مالح بمقادير جد بسيطة وسهلة ديال التحضير. كنتمنى انها تنال اعجابكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. ونخليكم مع الوصفة. غادي نحتاج ان شاء الله في هذه العجينه، عندي هنا غادي نعبر الدقيق بالكاس ديال العنبه، ثلاثه الكيسان ديال كاس العنبه ديال الدقيق تقريبا 300 غرام. عندي كذلك هنا معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه او خميره الخبز، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، ومعلقه صغيره ديال الاعشاب منسمه ممكن تستغناو عليها، كيف ممكن تضيفوا غير الزعتر او الزعتر اللي متوفر عندكم. عندي كذلك واحد معلقه صغيره ديال ملحه، نص صاشيه ديال خميره الحلوه، وجوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. غادي نبداو على بركه الله ناخذ معلقه صغيره ديال خميره الخبز، سكر سنيده واعشاب منسمه، نص صاشيه ديال خميره الحلوه، ملحة معلقة صغيرة، وتقريبا واحد ثلاثة معلقة كبار ديال زيت الزيتون. وبطبيعة الحال غادي نحتاج المدافي باش غادي نعجن هاد العجينة، المدافي على حسب الدقيق. غادي نضيف المدافي غير بشوية، من بعد ما تعجنات العجينه مزيان غادي نحيدها وغادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها حتى كترتاح وندوز نشكلها. دابا غادي ندوز للحشوه اللي غادي نديرها بسيطه بزاف، اللي غادي نحتاج فيها صلصه ديال البيتزا. اختاريت ان هذه الصلصه اللي واجده ممكن ديروها نتوما في المنزل، وكذلك غادي نزيد عليها شويه ديال الحار اختياري. عندي كذلك شويه ديال الفرماج احمر وجبن الموتزاريلا، ممكن تستعملوا غير نوع واحد، انا غادي نخلطهم. وعندي كاشير هنا اللي حكيته، ممكن تستعملوا اي نوع متوفر عندكم. كذلك ممكن تستعملوا الطون او الكفته مشحره، اي حاجه متوفر عندكم ممكن تستعملوها. انا بغيت ندير هاد الشنيك هذا يكون سريع التحضير. غادي نبدا نسرح العجينه هي الاولى، من بعد ما ارتاحت العجينه كنرش شويه ديال الدقيق ونحط العجينه ديالي. كيف كتشوفوا العجينه مرخوفه باش تجي رطبه. غادي نقسمها على جوج باش تجيني ساهله. غادي نديرها بشكل دائري. دابا من بعد ما سرحتها بشكل دائري غادي ناخذ الصلصه ديال الطماطم، وغادي ناخذ غير كميه قليله ما غاديش نكثر، وكنسرحها. دابا غادي ناخذ شويه من الصلصه الحاره على حسب الضوء وغادي نسرحها. صافي دابا غادي نكتفي بهاد الكميه. غادي ناخذ شويه ديال الفرماج مخلط، كنديرو فوق صلصه الطماطم مباشرة. غادي ندير كمية من الكاشير. كيف سبق لي ذكرت ممكن ديرو الطون، ممكن ديرو كفتة مشحرة،
ممكن انكم ديروا حتى شي حاجه، ديروا غير فرماج حمر وصلصه كتجي حتى هي لذيذه. دابا غادي نبدا في التشكيل ديالها. غادي نجيب هاد الطرف هكا وكنمدير رولي فيها، ما كنزيرش، كنخليها مرخوفه بهاد الطريقه. غادي نجيب شي صينيه ونحط فيها هاد الرولي ديالي باش نديرها في المجمد واحد 5 دقائق تقريبا، او من 5 حتى 10 دقائق باش تشد في راسها ويسهل علينا نقطعوها. وغادي نكمل العجينه والحشوه اللي بقات ليا بنفس الطريقه. دابا من بعد ما جمدات شويه، ماشي بزاف غير شويه، خليتها تقريبا واحد 5 دقائق في المجمد، غادي نقطعها دوائر. غادي نحيد الطرف هذا. كنضغط عليها شويه، خديت 3 درت فيها وراء الزبده، ممكن انكم تدهنوها غير بالزيت. الموسم الاحسن يكون ماضي مزيان. كنشكلها على شكل دائري وكنضغط عليها. بهذه الطريقه هذا هو الشناك المالح ديالنا. من بعد ما طاب كنستسمح انني تقطع ليا الكاميرا، طفات ليا. من بعد ما شكلتهم خديت صفر ديال البيض دهنتهم من الفوق ودخلتهم للفران. كنتمنى الوصفه ديالنا ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده.